اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور على التشجيعات ديالو. كما قلت من قبل كنا كنتسناو الحضور ديال حضور الجماهير في فريق الصبر، كذلك كنشكر اللاعبين على القتاليه ديالو. صحيح قلصنا الفارق على المتصدر، المباراه ما كانتش سهله، المباراه كانت صعيبه لان فريق اتحاد طنجه اخر مباراتين نهزم فيهم، فكان مفروض عليه انه باش يجي على الاقل ياخذ واحد النتيجه ايجابيه اليوم. ولكن كما قلت لك الحمد لله عرفنا كيفاش نجيروا المباراه. صحيح المستوى ما كانش يمكن نطمحوا للاحسن ولكن في الظرفيه هذه كما قلت صحيح ما كانش المستوى، ولكن عرفنا كيفاش ناخذوا ثلاثه النقاط اللي قلصنا بها كما قلت على المتصدر. فنتمنى ان شاء الله في المباريات القادمه كما قلت تكون النتيجه والاداء ان شاء الله. صحيح مازال خصنا نشتغلوا على بزاف ديال الاشياء. السي رشيد الطوسي ماشي غريب على العريضه الفنيه ديال فريق الرجاء البيضاوي، سبق لي يشتغل في البيت الرجاوي، كيعرف الخبايا، كيعرف جميع اللاعبين اللي كيلعبوا فريق الرجاء البيضاوي. فطبيعة الحال كان لينا كلام قبل من المباراه وكذلك ما بين الشوطين. نتمنى الجمهور يساند اللاعبين وكذلك المدرب. وهذا الشيء ماشي غريب على الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي، دائما الجمهور ديال الفريق كيبغي يشوف الفريق ديالو في الاحسن. فكما قلت لك نتمنى ان شاء الله نبقاو في هذه الوتيره ديال الانتصارات ويكون الاداء حتى هو ان شاء الله. شكرا. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارطاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصه.